أخبار الحادية عشر مشاهدينا، أهلا بكم أينما كنتم. بداية، سائريون كسائر البلدان الإسلامية أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1442 هجري. وبالمناسبة هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كلمة له مساء أمس هنأ الشعب الجزائري بحلول الشهر الفضيل، داعيا إياه إلى مضاعفة اليقظة والحذر واحترام البروتوكول الصحي الخاص بوباء كوفيد-19. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا وسيدنا ونبينا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه وعلى آله وصحبه. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلنا العلي القدير أن يعيننا على حسن صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضاه. الحمد لله الذي من علينا هذا العام بتخفيف وطأة الوباء، وأصبحنا نعيش وضعا مستقرا فضلا من الله، ثم بجهود أفراد السلك الطبي وشبه الطبي ووعي المواطنات والمواطنين، مما سمح بفتح أبواب المساجد للمصلين، خاصة لأداء صلاة التراويح التي حرمنا من أدائها العام الماضي بسبب انتشار الواسع للوباء. وإنها لسانحة في هذا المقام أن أذكر أخواتي المواطنات وإخواني المواطنين بضرورة مضاعفة اليقظة والحذر واحترام إجراءات البروتوكول الصحي في كل الفضاءات العمومية. كما أدعو إلى اغتنام هذا الشهر الفضيل في التقرب من الله عز وجل، وتقوية أواصر التضامن والأخوة، اعتزازا بقيم ديننا الحنيف، واقتداء بأجدادنا، والابتعاد عن الاستهلاك المفرط والتبذير. وفي الأخير أجدد تهاني الخالصة لكم ولكنا ولأبناء جاليتنا في المهجر بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعينا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والرخاء. كما أترحم على أرواح لأن المحافظة على الأبدان قبل المحافظة على الأديان، ومن خلال ذلك بوضع الكمامة والتباعد واستعمال المعقمات. للتذكير، فإن سنة التراويح هذه السنة يستثنى منها الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، وعليه وجب الاستجابة للبروتوكول الصحي، وهذا تجنبا للمرض. كما نظم بمسجد عمر بن الخطاب بالمشرية بولاية عامة يوما تحسيسيا حول صندوق الزكاة من أجل توسيع روافد الصندوق والوصول إلى أكبر عدد من المزكين. يقول محمد بخدة: نظمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عامة يوما تحسيسيا حول صندوق الزكاة، حضرته الأطراف الفاعلة من محسنين وقائمين على جمع وتوزيع الزكاة عبر المساجد. احنا نطلبوا ماذا بينا من الموالة الزكاة تاعهم صب في الصندوق، حتى وإنسان مثلا عنده زكاة قال مثلا 10 ملايين 15 مليون يشوف في الصندوق ب4 ملايين ولا 5. وكاينين الموالة اللي هم يمدوا الصندوق وساهموا وقاوموا الصندوق هذا، راح يتمد للمساكين. المرجو من هذا اللقاء هو توسيع دائرة روافد الصندوق والوصول إلى أكبر عدد من المزكين، بغية الاستجابة لأعداد المعوزين، خاصة مع انكماش الأنشطة التجارية الذي خلفته جائحة كورونا. هذه اللجان القاعدية يتم عبرها حصر قوائم للفقراء والمساكين مشفوعة بالإطار الإداري، يعني الحجم الأجرة، عديم الدخل، قليل الدخل، ثم يصنفون تباعا، ثم ترسل هذه القوائم إلى لجنة ولائية التي يتم فيها
ترتيب هؤلاء المستحقين، يكون من ورائه الخير الكبير لمجتمعنا الجزائري، لا سيما الفئات الفقيرة والمحرومة منه. ونتوقع أن يقدم إضافة لمجتمعنا الجزائري. إن التوجه العام لهذا الصندوق يرمي إلى جعل متلقي للزكاة يتحول إلى مزك ومساهم في إحداث ديناميكية اقتصادية محليا. وبهذا في الحد من حوادث المرور خلال الشهر الفضيل، نظمت مصالح الأمن الوطني بولاية قسنطينة حملة تحسيسية تحت شعار رمضان من دون حوادث مرور. سعيد بالعز عن كثب. تحت شعار معا لرمضان بدون حوادث، نظم الأمن الولائي لقسنطينة حملة تحسيسية توعوية للوقاية من أخطار حوادث المرور التي يعرفها شهر رمضان الكريم، خاصة مع تهور بعض السائقين. تعب في رمضان، الإرهاق، السهر وعدم النوم. كنا ديفوا نشوف دي ساكسيدون ديريكت ميم في رمضان، من الناس بزاف واحد وحده، واحد ما يقيس والله، يعني في لوطوروت واحد وحده تلقاه راه ادروات. نتمنى تكثر الحملات كما هذه في رمضان ولا في غير رمضان، توعية الناس والسائقين. ما كان حتى حاجه تقتل البنادم في رمضان عند الجزائريين قد السهره. نحب نرقد نص ساعه ما نفطرش في الدار على اني بالك نجي وندير كارثه. المخطط التحسيسي ركز على ثلاث نقاط: الازدحام بوسط المدينة، الإفراط في السرعة ما قبل الإفطار، اضطرابات النعاس والإرهاق، إلى جانب مخطط أمني ميداني لتسهيل حركة المرور وتدعيم عمل شرطة الرادار وتكثيف عمل الدوريات الليلية. ولاية قسنطينة هي من الولايات اللي أزيل عنها الحجر، لذلك فيه مخطط خاص لتسيير حركة المرور بتكثيف الدوريات الميدانية سواء بالدراجات النارية أو الدوريات الراجلة والراكبة الأخرى، أيضا تدعيم المحاور الكبرى لمختلف المدن الكبرى بولاية قسنطينة. هذا وتستمر هذه العملية طيلة شهر رمضان الكريم. إلى جديد الوضعية الصحية بالجزائر، حيث سجلت 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 104 مرضى لشفاء حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وفي مستجدات فيروس كورونا في العالم، نبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن الوباء بلغ مرحلة حرجة مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات عبر العالم، حيث ارتفعت الإصابات الأسبوع الماضي بمعدل 9%، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 5%، بالرغم من إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت السلطات الأمريكية حظر التجول على ثلاثة مقاطعات في مينيسوتا بسبب احتجاجات ضد العنصرية عقب مقتل مواطن من أصل إفريقي على يد الشرطة في مدينة بروكلين سنتر أول أمس. السلطات دعت المحتجين إلى الالتزام بسلمية التظاهر وإنهاء المظاهرات قبل بدء حظر التجول. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، نشكر لكم كرم المتابعة. المزيد من الأخبار في نشرتنا اللاحقة. إلى اللقاء.